استقبل سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان اليوم في مكتبه في ديوان الحكم سعادة إيمانويل كامارناكيس قنصل عام كندا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون وسبل توطيدها بين البلدين الصديقين وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة بين الجانبين في العديد من المجالات وتطويرها لما فيه مصلحة لمصلحة الشعبين الصديقين، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار بين دولة الإمارات وكندا.